الحلو ده والبهجه والسرور دي 3 ب 300 والاثنين ب 250. اللي يطلب اقل من 3 يا جماعه بيبقى اسعار تانية لان الجمله غير القطاعي. عندي بقى الحاجه اللي بسم الله الله اكبر الوقار برده اللهم صل على النبي مرجان، اسف المرجان ابو قتب الحلو ده برده اللي كان فيه منه وسط هناك ده الكبير عندنا ب 180 والاثنين ب 350. القاروص بقى يا جماعه القاروص وجد اهو، القاروص اهو حضر اهو، القاروص المبطرخ برده وكله حلويات كده بالواحده كده. المبطرخ ده يعني قاروص ارقى انواع السمك، مفيش بعده سمك ومبطرخ، والله يا بلاش والله يعني بجد حاجه من الممنوعات دي. دي ممنوعات، الممنوعات دي بكام بقى؟ ب 250. الحلو ده عندي ب 250، وحش الكون ده عندي ب 250، صلاة النبي صلاة النبي صلاة الزين ب 250، والاثنين ب 450. ادي ادي على طول ال 2 كيلو بالحلويات دي كده قاروص ب 450. النهارده بقى عرض اليوم بقى في التونه، يا سلام على التونه المجنونه دي بقى، دي بقى حلاوه المولد دي. صلاة النبي الحلو ده، الحلو ده بقى السمك منه الوسط كده، السمكيه كيلو ونص وكيلو 600 وكيلو 700 هعرضها النهارده، وللاسف السمكيه كلها ب 100، السمكيه كلها كيلو ونص وكيلو 600 جرام انت ورزقك، السمكيه زي ما هي كده ب 100. صلاة النبي بالاسعار، صلاة النبي. طب ناخده بقى وحش الكون ده بقى، القرش ده، القرش ده القناص ده بكام ده بقى؟ ده كله على بعضه كده بيطلع معاك 3 كيلو و3 ونص و4 زي ما برضه انت ورزقك ب 180 جنيه فقط لا غير، يعني ولا ب 400 ولا ب 350، ب 180. حلو ده، حلاوه التونه دي تعمل منها علب تونه، تعمل منها جزل، تعمل منها صواني، حاجه صلاه النبي معاك. والرفيع بكام ده يا تحمد؟ قلنا يا يوسف تبقى كيلو 600 ان شاء الله ب 100 جنيه فقط لا غير، مش هنزود. السمكيه دي زي ما هي برضو ب 100 فقط لا غير. يعني انا حمد تسلم بقك يا تحمد حبيبي. اللوت بقى وحلاوه اللوت، اللوت ده برضو فصيله القاروص يا جماعه، اللوت اللي برضو اللي مش واخد باله اللوت ده ايه، اللوت ده فصيله القاروص، حاجه برضو ولا قشره ولا شوكه ولا الكلام ده خالص، سلسله الظهر فقط لا غير، تقطع جزل تاكل لحم صلاة النبي عليه. الكريش كده زي ما احنا شايفين ده كيلو بس ب 160، اسال على اللوت بره بكام؟ اللوت النهارده في المحل وصل 220 و250، عندي ب 160 اللوت فقط لا غير. تحت امركم طبعا في اي وقت تؤمروا بيه ان شاء الله باذن الله على قد ما بنقدر ندي احلى جوده وارخص اسعار. واللي عايز حاجه يطلب على تليفون فارس 012 751 4604.